بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده مكملين مع مقرر البايو ستاتستكس. خدنا المحاضره اللي فاتت، بدانا في الديسكريبتيف ستاتستكس، وقلنا ان هي عباره عن عرض للبيانات لا اكثر ولا اقل، في صوره يا اما جرافيكال يا اما نيوميريكال يا اما في صوره. خدنا انواع الجرافز المره اللي فاتت كلها بالترتيب كده كمان. فالمحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الديسكريبتيف ستاتستكس، وقلنا ان هي مجرد ديسكريبشن للداتا زي ما قلنا، نو اتمبت تو درو كونكلوجن فروم ذيس انفورميشن. قلنا ان انا ما بدورش ان انا اكون كونكلوجن من الانفورميشن اللي قدامي ده، مجرد ان انا بعرض البيانات. ممكن اعرضها في صورة تيبل او ممكن اعرضها في صورة جرافز، وخدنا انواع الجرافز المختلفة، و ممكن اعرضها في صورة نيوميريكال. مكملين النهاردة وهنبدأ ناخد النوع الثالث من الديسكريبتيف ستاتستكس، اللي هي طريقة عرض البيانات في صورة نيوميريك. عشان تعرض البيانات في صورة نيوميريك ممكن تعرضها بطريقتين. أول حاجة عن طريق إن أنت تعرضها في صورة حاجة اسمها السنترال تندنسي. هي ببساطة هي عبارة عن إيه؟ أنت بتعرضها في صورة القيمة الفاليو which the data has a tendency to congregate or cluster. بمعنى انا بعرض البيانات عن طريق الوسط او المتوسط او المود، والداتا بتتجمع حوالين الحاجه القيمه الوسطيه دي، عشان كده سميتها الميجر اوف سنترال تندنسي. وبعرض البيانات الرقميه برضو في صوره رقميه، ان انا ممكن اعرضها عن طريق حاجه اللي اسمها الميجرمنت اوف سبريد او الديسبيرشن، مدى بعد البيانات دي عن القيمه الوسطيه او مدى تشتتها عن القيمه الوسطيه اللي احنا حددناها. يبقى النيوميريك سامري او النيوميريك داتا في تو برينسيبال فيتشرز كده ممكن اجمع او الخص بيهم عرض البيانات الرقميه، يا اما عن طريق ان انا هعرضها ميجر اوف سنترال تندنسي، وده بعرضها عن طريق قيمه وسطيه تعبر عن الارقام او عن البوبيوليشن اللي عندي او عن السامبل اللي عندي، بالاضافه ان انا بعرض مدى تشتت الارقام دي او مدى بعد الارقام دي عن القيمه الوسطيه، سميتها الميجر اوف سبريد. يبقى عن طريق التو سامري فاليوز دول، القيمتين اللي انا ملخص بيهم الداتا بتاعتي دي، اقدر اقارن مجموعه بمجموعه واطلع بكونكلوجن بعد كده في الانفرنشال ستاتستكس. اول حاجه هناخدها الميجر اوف سنترال تندنسي او اللوكيشن، احنا قلنا هنعبر عنها يا اما عن طريق القيمه الوسطيه وعن طريق الديسبرشن او الانحراف او البعد عن القيمه الوسطيه دي. السنتر هو ايه؟ the value at the center or middle of the data set. ال measure of central tendency بقيسها بثلاث حاجات، يا اما arithmetic mean اللي هو المتوسط، او الميديان وفي بعض الاوقات بسميه الميدل اللي هو الوسط، او المود اللي هو المنوال، مدى ايه اكتر قيمه متكرره في القيم اللي قدامي دي. ناخد واحده واحده منهم كده ونشوف هنحسبها ازاي ونتعامل معاها ازاي. اول حاجه الارثماتيك مين اللي هو المتوسط. المتوسط بحسبه ازاي؟ بعبر عنه بحاجه اسمها الاكس بار. الاكس بار دي اللي هي الاكس وعليها شرطه فوق كده بسميها الاكس بار. هي عباره عن ايه؟ هي مجموع كل قيم الاكس اللي هي الانديفيديوال ريزلت اوف اوبزرفيشن، كل قيمه لوحدها بجمعهم، بجمع القيم السامبل، كل سامبل بجمعه على بعضه، وبعدين اقسم على عددهم، هيطلع لي حاجه اسمها الاريزماتيك مين او المتوسط. يبقى الاريزماتيك مين ده عباره عن ميجر اوف سنتر، عباره عن مقياس للوسط او القيمه الوسطيه اللي عبر عنها، obtained by adding the values. انت هتجمع الفاليوز الانديفيديوال ريزلت اوف اوبزرفيشن وديفايد باي ذا توتال نمبر اوف فاليوز. ناخد مثال كده معانا. لو انا عندي مثلا البلاد جلوكوز ليفل اوف 6 نورمال رابتس واز فاوند تو بي 80 و90 95 85 73 87، وقلت لك احسب لي المين بلاد جلوكوز ليفل بتاع المجموعه دي. يبقى انا عندي 6 ارانب، كل ارنب فيهم قست البلاد جلوكوز ليفل بتاعه وطلع قيمه معينه. انا عايز اعبر عن المجموعه كلها على بعضها برقم واحد. فقالوا ان من الطرق اللي ممكن تعبر منها عن طريق ان انت تحسب المتوسط. هحسب المتوسط ازاي؟ هجمع كل القيم الفرديه دي، يبقى هجمع 80 زائد 90 زائد 95 زائد 85 زائد 73 زائد 87 واقسمهم على عددهم. هو عندي كده احنا قلنا 6 رابتس اهوت، يبقى اقسم على عددهم اللي هو 6، هيطلع لي ان المتوسط هنا
85. ناخد مثال تاني كده عشان نوضح الفكرة أكتر. calculate the mean for the following data 41 و36 و22 و29 و47. هنا هجمعهم برضو زي ما قلنا، هتجمع الداتا كلها اللي هي الانديفيديوال اوبزرفيشنز اللي عندك، 41 زائد 36 زائد 22 زائد 29 زائد 47، ودول عددهم خمس ارقام، يبقى هجمعهم واقسم على عددهم هيطلع لي الاكس بار عندي او المين هيطلع 35. لو انت بتحسب المين الخاص بالست اوف سامبل، مجموعه للسامبل، بسمي الاكس هنا في الحاله دي او المتوسط بسميه بالاكس بار وبنطقه اكس بار اللي هو الاكس وعليه شرطه فوق كده، وهو عباره عن المين بتاعهم هيبقى مجموع الانديفيديوال اوبزرفيشن واقسم على النمبر اوف سامبل، على عدد السامبل اللي انا واخدها. لو انت بتعبر عن البوبيوليشن ومعاك رقم البوبيوليشن وكل نتيجه في البوبيوليشن، فهسمي هنا المتوسط هسميه ميو، بيتنطق كلمة ميو، وهي هتبقى عبارة عن مجموع كل الفاليوز اللي في البوبيوليشن وتقسم على كل عدد البوبيوليشن، يبقى الاكس بار كل عدد السامبل واقسم على عدد السامبل. الميو اللي هي البوبيوليشن بتجمع كل الفاليوز الخاصة بالبوبيوليشن وتقسم على عدد البوبيوليشن بالكامل. لو انت عندك فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل زي اللي خدناه، احنا قلنا ان الارقام اللي ممكن تطلع لك ممكن تكون ظاهره في صوره فريكوانسي، هتحسب المين بتاعه ازاي؟ عشان تحسب الفريكوانسي هتحسب لو انت ظاهر لك مجموعه او ارقام وكل رقم له عدد من التكرار اللي هو الفريكوانسي، هتضرب الرقم ده في قيمه الفريكوانسي اللي طالعه له، وتجمع كل الارقام دي وتقسم على عدد الفريكوانسي التوتال. طب لو انت عندك كلاسز، الكلاسز بتبقى لها بدايه ونهايه زي ما قلنا، من 110 ل 115، من 115 ل 120 وهكذا، يبقى لازم تطلع الميد بوينت اوف ذا كلاس، خدنا الميد بوينت قبل كده، وتضربها في الفريكوانسي بتاعها وتجمع الداتا كلها وتقسم على التوتال فريكوانسي. هتوضح اكتر بالاكزامبل اللي جاي. يبقى انت لو انت نحفظ بس القانون كده، ان الاكس بار هنا هتساوي مجموع الاف اللي هو الفريكوانسي، مجموع الفريكوانسي في مجموعة في الميد بوينت اوف اتش كلاس على التوتال نمبر اوف فريكوانسي. خلينا ناخد مثال هتوضح اكتر. افكركم بس بالميد بوينت اوف ذا كلاس كنا بنحسبها ازاي. كنا بنقول هي عبارة عن الستارت اوف ذا كلاس زائد الكلاس انترفال على 2. المثال هيوضح اكتر واكتر. عندك جدول بالمنظر ده بيقول لك calculate the mean for the following frequency distribution table. انت عندك frequency distribution table للسيستوليك blood pressure، فلقينا ان المجموعه اللي بتبدا من 110 عدد الافراد اللي سجلوا قراءات من 110 ل 114 كانوا 3، من 115 ل 119 كانوا 10، من 120 ل 124 كانوا 22، من 125 لأقل من 30 كانوا 9، من 130 ل 135 أو أكثر من 130 كانوا 6، التوتال نمبر أوف فريكونسي بتاعهم 50. إزاي أحسب المتوسط الأريزماتيك مين لحاجة زي كده؟ هجيب الميد بوينت بتاع كل كلاس من دول وأضرب في الفريكونسي بتاعها. نشوفها أكتر. ده الجدول بتاعنا أهوت الرئيسي بتاع المسألة. يبقى أنا هجيب الميد بوينت بتاع السيستوليك بلاد بريشر اللي أول الكلاس بتاعه 110، قلنا الميد بوينت بتساوي إيه؟ بتساوي الستارت أوف ذا كلاس، هنا الستارت أوف ذا كلاس 110. الكلاس انترفال قلنا الفرق ما بين الكلاس والكلاس اللي بعدها، الكلاس انترفال هنا 115 ناقص 110 5. يبقى الميد بوينت أوف ذا كلاس بتساوي الستارت أوف ذا كلاس اللي هي 110 زائد 5 على 2 اللي هو الكلاس انترفال على 2، فهتطلع لي 2.5 زائد 110 تبقى 112.5. ده الميد بوينت اوف ذا كلاس. اضرب في الفريكوانسي بتاعها هتطلع 337.5. الكلاس اللي بعدها الميد بوينت بتاعت الكلاس دي عباره عن ايه؟ الستارت اوف ذا كلاس 115، وقلنا الكلاس انترفال 5، 5 على 2 ب 2.5، يبقى 115 زائد 2.5 117.5. اضربها في الفريكوانسي بتاعها تطلع الرقم ده. 120 الميد بوينت اوف ذا كلاس بتاعها هتبقى 122.5، اضرب في الفريكوانسي بتاعها هيطلع الرقم ده. 125 الميد بوينت اوف ذا كلاس بتاعها هتبقى 125 زائد 2.5 زي ما حسبناها هتطلع 127.5، اضرب في الفريكوانسي وهكذا.
يبقى الجدول اللي طلع لي في الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن السيستوليك بلاد بريشر اهوت، طلعت منه الميد بوينت اوف ذا كلاس وضربته في الفريكوانسي، هجمع كل الفريكوانسي طبعا هم 50 انا مدالك في المعطيات اصلا، واجمع حاصل ضرب الاف في الاكس طلع 6150. في الحاله دي المتوسط اللي هو الاكس بار هيبقى عباره عن مجموع الاف اكس اللي هو مجموع الكولم ده على بعضه كده اللي هو 6150 على مجموع الكولم ده على بعضه اللي هو ال 50، يبقى 6150 على ال 50 هتطلع 123. يبقى ايه المتوسط بتاع الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل؟ بطلع الميد بوينت بتاعت كل كلاس لو هي متقسمه كلاسز، لو مش متقسمه كلاسز بتشوف كل رقم كان الفريكوانسي بتاعه كام وتضرب في الفريكوانسي بتاعه، ويطلع لك في الاخر عمودين، عمود للفريكوانسي ومجموع وعمود للاف في الاكس، بتجمع ده وتجمع ده وتقسم الاف اكس على الاف هيطلع لك المين المتوسط. تاني حاجة هنعبر بينها على السنترال تندنسي اللي هي الميديان او الميدل فاليو. عشان تطلع الميدل فاليو او الوسط بتاع مجموعة من الارقام، يبقى اول حاجة لازم ترتب الارقام، هترتب الارقام من الصغير للكبير او من الكبير للصغير، وبعد كده تعرف ايه المكان اللي في الوسط، ايه البوزيشن او الميديان بوزيشن. طب هعرف الميديان بوزيشن ازاي؟ هشوف عدد الارقام اللي عندي، وليكن انا عندي 6 ارقام او 5 ارقام، يبقى الان هنا بخمسة زائد واحد 6 على 2 3، يبقى الميديان بوزيشن هو الرقم اللي ترتيبه التالت. دي هتبقى لو الفاليوز اللي عندنا النمبر اوف فاليوز از اود نمبر، عدد فردي زي 5 3 7 هتجمع زائد واحد وتقسم على 2 فهيطلع عدد صحيح. ففي الحالة دي الميديان بوزيشن هيبقى القيمة الوسطية بالظبط. لو هو ايفن فاليو يعني عدد زوجي، عدد زوجي من الارقام، لو جمعت عليها واحد وقسمت على 2 هيطلع كسر. في الحالة دي بتاخد الرقم اللي قبل الكسر واللي بعد الكسر وتجمعهم على بعض وتاخد المتوسط بتاعهم. نعملها ازاي؟ ناخد مثال يوضح اكتر. يبقى الميديان انا عايز اعرف الميدل فاليو، القيمة اللي هتتوسط الارقام دي، مش المتوسط، القيمة اللي هتتوسطهم لو رتبتهم من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. مكملين النهاردة وهنبدأ ناخد النوع الثالث من الديسكريبتيف ستاتستكس اللي هي طريقة عرض البيانات في صورة نيوميرك. عشان تعرض البيانات في صورة نيوميرك ممكن تعرضها بطريقتين. اول حاجة عن طريق ان انت تعرضها في صورة حاجة اسمها السنترال تندنسي. هي ببساطة هي عبارة عن ايه؟ انت بتعرضها في صورة القيمة الفاليو which the data has a tendency to congregate or cluster. بمعنى انا بعرض البيانات عن طريق الوسط او المتوسط او المود، والداتا بتتجمع حوالين الحاجة القيمة الوسطية دي، عشان كده سميتها الميجر اوف سنترال تندنسي. وبعرض البيانات الرقمية برضو في صورة رقمية، ان انا ممكن اعرضها عن طريق حاجة اللي اسمها الميجرمنت اوف سبريد او الديسبيرشن، مدى بعد البيانات دي عن القيمة الوسطية او مدى تشتتها عن القيمة الوسطية اللي احنا حددناها. يبقى النيوميريك سامري او النيوميريك داتا. مثال تاني، find the median for the following data 23 و16 18 20 16 19 21 22. قلنا اول خطوة في عشان تحسب الميديان، رتب الارقام من الصغير للكبير او من الكبير للصغير. عندها دي 16، في 16 تانية هي جنبها 18 19 20 21 22 23. تاني خطوة هحدد الميديان بوزيشن، انا عندي هنا كم رقم؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، عندي 8 ارقام. يبقى الميديان بوزيشن ان زائد 1 8 زائد 1 على 2 8 على زائد 1 9 على 2 4.5. يبقى الميديان بوزيشن مكانه 4.5، يعني ما بين الأربعة والخمسة، ما بين الأربعة والخمسة، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى ما بين، احنا عايزين الأربعة ونص، القيمة اللي ما بين الأربعة والخمسة دول، يبقى هجمع الاتنين دول واخد المتوسط بتاعهم. يبقى even number ده عبارة عن عدد زوجي من الأرقام، مفيش exact middle، فهي بتبقى شيرد ما بين تو نمبرز اللي هو 19 وال 20. هحسبها ازاي؟ يبقى الميديان فاليو هتبقى 19 زائد 20 على 2،
يبقى 39 على 2، فالميديان هنا هتبقى 19.5. تالت طريقة للتعبير عن السنترال تيندنسي حاجة اسمها المود أو المنوال، اللي هو أكتر قيمة بتتكرر. يبقى it is the data value which occur most frequently. المود مش لازم يبقى رقم واحد، ممكن تبقى في الداتا يبقى بيسموها باي مودل في بعض الأوقات، باي مودل يبقى فيه رقمين بيتكرروا بنفس القيمة، أكتر رقمين بيتكرروا بنفس القيمة، وممكن يبقى مالتي مودل، وممكن ما يكونش فيه مود، تلاقي إن الأرقام كلها أرقام فردية وما فيش رقم بيزيد عن التاني في معدل تكراره. خد بالك إن المود ده هو الـ only measure of central tendency اللي كان بيوزد وذ النومينال داتا، بمعنى ان النومينال داتا ما تقدرش تحسب لها. النومينال داتا لو تفتكروها الحاجه اللي انت بتقول ابيض واسود، ميل او في ميل، الحاجه اللي ما كانش تقدر تقيسها بوحده قياس وما تقدرش ترتبها، ده اللي بيسموها النومينال داتا. مش هتقدر تحسب للنومينال داتا ولا الميديان ولا المين، بس ممكن تحسب لها المود. ناخد مثال قدامنا كده، انت عندك ده رقم 6 5 3 7 6 4 8. لما اجي اقول لك ايه المود هنا، ايه اكتر رقم متكرر هنا، هتدور على الرقم اللي اتكرر اكتر من مره. فانت عندك هنا الستة لو لاحظت اتكررت مرتين، في حين ان كل الارقام متكرره مره واحده بس، يبقى المود هنا الستة. الارقام التانية اللي قدامنا 27 27 27 55 88 99، في الحاله دي لو لاحظت ال 27 متكرر 3 مرات، ال 55 متكرر 3 مرات، ال 88 متكرر مرتين، وال 99 مرة واحدة. يبقى المود هنا باي مودل. ليه؟ لأن أنت عندك في رقمين متكررين بنفس العدد، أو متكررين بكمية أكبر وبنفس العدد، فباي مودل هنا، والمود بتاعنا هنا يبقى ال 27 وال 55. الست التالتة اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هل انت شايف هنا اي رقم متكرر اكتر من الارقام التانية؟ مفيش ولا رقم متكرر، في الحالة دي هيبقى فيه نو مود، مفيش مود واضح قدامنا. في حالة الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل بشوف المود ازاي؟ المود هيبقى الميد بوينت اوف ذا كلاس هافينج ذا هايست فريكوانسي. يبقى ببساطة أنا بدور على في الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل على أكتر حاجة متكررة، أكتر واحدة ظاهرة بفريكوانسي عالي. فأنت لو لاحظت هنا أكتر واحدة متكررة بفريكوانسي عالي ال 40، لأن ده عدد التكرارات بتاعتها، فريكوانسي بتاعها 40. يبقى أنا عايز الكلاس اللي فيها ال 130 دي. لو هي مش كلاس عادية وأرقام عادية، هدور على الأكتر رقم فريكوانسي متاخد. فانا عندي ال 40 هنا، هي دي كلاس، يعني عباره عن انترفال ما بين ال 130 لل 100 للاقل من 135. يبقى احسب الكلاس انترفال الميد بوينت اوف ذا كلاس دي، وهتبقى هي دي المود بتاعي. ازاي هحسب الميد بوينت بتاع الكلاس؟ زي ما قلنا عباره عن كلاس الستارت اوف ذا كلاس اللي هو ال 130 زائد الكلاس انترفال على 2. الكلاس انترفال هنا من 130 ل 135، الفارق ما بينهم 5 قاسم على 2 ف2.5، زائد ال 130 132.5. يبقى الكلاس او الميد بوينت اوف ذا كلاس اللي بتكافئ اعلى فريكوانسي هتبقى ال 132.5، وفي الحاله دي المود بتاعنا هيبقى ال 132. يبقى ببساطة أنا عندي عشان أعبر عن السنترال تيندنسي عندي ثلاث قيم ممكن أشتغل عليهم، حاجة اسمها المين المتوسط، حاجة اسمها المود الوسط المنوال، وحاجة اسمها الميديان اللي هي الوسط. المين هو متوسط القيم اللي قدامي، وبطلعها ازاي؟ إن أنا أجمعهم وأقسم على عددهم. الميديان عبارة عن ان انت بترتب الارقام من الاكبر للاصغر او من الاصغر للاكبر، وتشوف القيمة الوسطية، القيمة الوسطية اللي ما بينهم، القيمة اللي بتاخد البوزيشن اللي في الوسط. لو هو رقم عدد الارقام عدد فردي، فالقيمة الوسطية هتظهر لك في الوسط بصورة واضحة. لو هي عدد زوجي هتاخد المتوسط بتاع القيمتين اللي في النص.
المود بدور على اكتر قيمه متكرره عندي، سواء في فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل او في ارقام عاديه. السيمتريك والاسيمتريك خدناها في المحاضره اللي فاتت، وقلت هنرجع لها تاني لما ناخد المين والميديان والمود. السيمتريك داتا لو انت لقيت ان النص جيت في النص كده وعملت سنترال خط وسطي، هتلاقي ان النص الشمال الليفت هاف في الهيستوجرام از ميرور ايمج اوف ذا رايت هاف. الاسيمتريك داتا لو الداتا از سكيود او اكستندد مور تو وان سايد ذان ذا اذر، لو الداتا انحرفت او امتدت لناحية عن ناحية تانية. يبقى السيمتريك والاسيمتريك ممكن تعرفها من شكل الجراف دايركت، زي ما قلنا ان انت هتلاقي ان النص اليمين قد النص الشمال بالظبط، ده خدناه في الجرافيكال ريبريزنتيشن المحاضرة اللي فاتت. وقلنا ممكن يكون اسيمتريك، اسيمتريك يبقى ماهوش مفيش حاجة بتقسمه للنص بالظبط، هتلاقي حيود او سكيوينج ناحيه حاجه معينه، فممكن يبقى سكيود تو ذا رايت بيسموه بوزيتيفلي سكيود، هتلاقيه ممدود شويه ناحيه اليمين فبيسموه بوزيتيفلي سكيود، او ممكن يكون سكيود تو ذا ليفت يبقى بيسموه نيجاتيفلي سكيود، متشد او مسحوب ناحيه الشمال شويه. ده لو انت شفت الجراف من بره كده ممكن تعرفها. في طريقه تانية لمعرفه ان الداتا اللي قدامك دي سيمتريك ولا اسيمتريك، ان انت تحسب الميديان والمين والمود ليها. لقيت المين بيساوي الميديان والمود يبقى دي سيمتريك داتا، لان هتلاقي ان المين والميديان في النص والداتا مقسومه ما بينهم على اليمين او الشمال. لو لقيت المين نتيجه ان بعض الداتا انحرفت ناحيه اليمين شويه فسحبت المتوسط معاها، هتلاقي ان المين بقى اكبر من الميديان اكبر من المود، ده بيسموه رايت سكيود او بوزيتيفلي سكيود. لو لقيت المين نتيجه ان الداتا اتسحبت ناحيه الشمال شويه، بعض البيانات او بعض الارقام او بعض السامبلز كانت عند البدايه كده فسحبت المين بتاعنا القيمه اقل، فلقيت المين اقل من الميديان اقل من المود، ده في الحاله دي هسميها سكيود تو ذا ليفت او بيسموها نيجاتيفلي سكيود. يبقى انت عندك السيمتريك والاسيمتريك، ممكن تبص على الجراف على طول وتعرف هو سيمتريك ولا اسيمتريك. لو بصيت على الجراف ولقيت ان الجراف مقسوم تقدر تقسم تعمل خط في النص يقسم الجراف لناحيه يمين وناحيه شمال، هتبقى سيمتريك. في الحاله دي المين بيساوي الميديان بيساوي المود. او لو انت جيت تقسم الجراف بالنص لقيت ان في بعض البيانات سحبت الجراف ناحيه اليمين فهيسموه سكيود تو ذا رايت او بوزيتيفلي سكيود، وفي الحاله دي هتلاقي ان المين المتوسط اكبر من الميديان، وده اهم حاجه عندي ان المين هيكون اكبر من الميديان فبيسموه سكيود تو ذا رايت او بوزيتيفلي سكيود. او ممكن ان نتيجه ان بعض البيانات راحت ناحيه الشمال فسحبت المين بتاعها معاها للناحية الشمال شوية، فبقى المين أقل من الميديان أقل من المود، هيبقى سكيود تو ذا ليفت أو نيجاتيفلي سكيود. كده خلصنا المحاضرة. هجاوب على أي استفسار خاص بيكم، لو حد عنده أي استفسار.